هاي البكتيريا عندها قدرة على الغزو، ولكن هاي القدرة وين راح نشوفها؟ means that it causes disease in wide range of hospitalized patients. راح نشوف أنه هاي البكتيريا اللي عندها القدرة على الغزو راح نشوفها تسبب لنا مرض وين؟ مجموعة كبيرة من الناس المرضى الداخلين بالمستشفى. مثل ما قلنا نرجع ونأكد على هذا الموضوع، الخطر الكبير وين؟ على المستشفيات. بعد من ذولا راح نشوف it is a particular problem، أيضا راح نشوفها في مشكلة واضحة وخاصة to the neutropenic patient where it can cause fulminating septicemia and death. نشوف في مشكلة خاصة الدول الناس اللي عندهم انخفاض بالعدلات النيوتروفيل، عندهم انخفاض بأعداد النيوتروفيل نسميها العدلات، مثلا مرضى سرطان أو غيره يأخذون كيموثيرابي أو أمراض مناعية يصير عندهم شنو انخفاض بالنيوتروفيل خصوصا، دولة راح تسبب عندهم تسمم دموي مفاجئ فالمونيتينج جدا سريع والموت. أيضا راح نشوف مجموعة أخرى من المرضى، بس احنا دا نفصل شنو هم المرضى اللي سببت patient undergoing artificial ventilation for extended periods in intensive therapy units may become colonized with Pseudomonas aeruginosa and secondary lower respiratory tract infection may occur. شنو يعني؟ يا مجموعة من المرضى دول اللي تسبب لهم مشكلة تبس، لا الناس اللي تحت الارتفيشال فنتيليشن، ناس اللي داخلين مستشفى عندهم مشاكل تنفسية ومخلي لهم تنفس اصطناعي، ارتفيشال فنتيليشن تنفس اصطناعي ومخليهم وين؟ وحدة العناية المركزة أكيد. زين دول راح تبدي سيدوموناس ايروجينوز ايش تسوي؟ colonization، تبدأ أول بداية تقعد بجسمه بالأفر respiratory tract، ها وبعدين ممكن تتحول إلى secondary lower respiratory tract infection، تنزل من الأفر وين تروح؟ للور، سبب له نيمونيا يعني، تنزل لجوة. واضحة؟ ذولا مجموعة أخرى من المرضى، هاي كله hospital acquired، قسم يعني قسم كبير من عنده هو hospital acquired infection. بعد المرضى اللي دخلوا للمستشفى عندهم حرق و extensive burns become colonized أولا and septicemia develop in a proportion of patients. يعني شو؟ الناس اللي عندهم حروق واسعة مثلا 60% 70% من جسمه محترق، راح اول شيء البكتيريا تسوي كولونايزيشن عجل على المناطق المكشوفه من جلده، وتتحول الدور الى سبتسيميا بنسبه من ذول المرضى. يعني قسم يصير عندهم كلهم ممكن يصير عندهم كولونايزيشن، خلينا نسهلها، ذول كلهم المية ممكن قسم من عندهم 30 40 50 20 ما ندري يصير عندهم شنو؟ سبتسيميا. زين بعد بالمستشفى شو يصير؟ صالات العمليات مثلا خصوص العيون او غيرها يستخدمون في بعض القطرات للعمليات وشغلات، فهو عنده كونتينر للقطرات، هاي ممكن شنو؟ تتلوث بالسيدوموناس ايروجينوزا، ومن تخلي له للمريض قطرات راح تصير كولونايزيشن بالعيمات، ممكن يسبب له تقرحات وتثقب العين، نسميها ocular perforation. فأشرحها multi dose optical solutions، هذه المحاليل اللي ينطيها المرض
المرضى كان بي كونتامينيتد باي سيدوموناس ايروجينوزا which when used لما ننطيها للمرضى كان produce a rapidly progressive corneal infection التهاب للقرنية سريع التطور يعني ما يلحق عليه اليوم عنده علامات باكر أسوأ which ends in ocular perforation ممكن ينتهي بأنه ثقب العين يصير عنده عمل دائمي هذا المريض هاي كلها من المرضى اللي ممكن يصير colonization بالسيدوموناس وخصوصا من سيدوموناس ايروجينوزا زين بعد في الجروب جدا مهم ومشهورين لهم علاقة بالسيدوموناس ايروجينوزا سيدوموناس ايروجينوزا is an important pathogen for patients with a disease called cystic fibrosis where colonization with this organism is inevitable شنو يعني اوضح لكم اول بداية اكبر مرض يسمونه cystic fibrosis التليف الكيسي هذا نتيجة لخلل وراثة يصير عند فئة من الناس بالصدر دول الناس شو يصير بيهم احنا طبيعة المخاط مالتنا بيفت نسبة جيدة من الماء فأول ما يفرز المخاط إلى السيليا الموجودة بالرسبيراتوري تراكت اللي تتذكرون حكينا هيك حركتها فتاخذ المخاط وشكل شوائب ياخذها عن طريق التنفس غيره راح تاخذها وتطلعها لوين؟ لبرا يتخلص منها الجسم. ذولا خطايا الناس ينتج فد مخاط جاف ثخين سميك. مخاط سميك فبالتالي هذا المخاط راح يقعد على السيليا، شو يسوي السيليا؟ يمسحها تروح هاي الفرشة اللي كانت تنظف يلطش فيها يلزق. فعملية التصفية راح تفقد إذا تجيني مايكرو أورغانيزم راح تقدر شنو الطب لجوه فتروح سبب لذات الليموني فخطية ذولا دائما اللي عندهم سيستيك فايبروسيس عندهم سيدوموناس انفكشن وعدة ذات الليموني بسبب السيدوموناس ثاني نجي نشرح حسا من عيدها حتى نفتهم سيدوموناس ايروجينوز هي امبورتنت باثوجين المن يا بيشنت فور بيشنت وذ cystic fibrosis الذول والcolonization بالسيدوموناس يكون ماكو مفر من عنده لازم يصير عندهم colonization بس تتطور الى نيمونيا لو لا هاي بعدين نسولف واضح؟ زين بعد جروب اخرى اكو بعض الاشخاص يصير عندهم skin infection may arise in healthy subject شنو يعني healthy subject healthy subject شنو subject مادة هي subject شنو object وشنو subject object مواد والsubject السفير شخص الكائن فعند الأشخاص الأصحاء فهم السؤال نصف الجواب إذا ما تحفظ مفردات ما راح تقدر تجاوب بالامتحان فmay arise in healthy subjects بالأشخاص شنو الأصحاء هسه ماكو مرضى ماكو هوسبيتال ناس طبيعيين شلون يساعدون ذولا exposed to high infective dose من السيدوموناس ايروجينوس بعض الناس يتعرضون الى جرعات عالية من السيدوموناس وين يلقوها السيدوموناس احنا قلنا بالماء والتربة والنبات فمن راح يحصلوها such as deep sea divers الغواصين في اعماق البحار دول يبقى فترات ممكن طويلة ويتعرض الى تراكيز عالية من المايكرو اورجانيزم واثنين الناس اللي تريد تتعالج بالماء users of بس الماء يشفيكم ملوح
في users of contaminated hydrotherapy يروح الأربيل ويدور علاج بالماء زين. hydrotherapy pools أو هنا أنا مسابح عندنا جاكوزي أو ساونا زين، بس المي ما يتبدل بشكل منتظم، تعقيم مو صحيح، فممكن يتلوث بيما بسيدامونس. فدول اللي يتعرضون إلى جراح عالية إما الغواصين أو السباحين بالمياه العميقة أو those using contaminated hydrotherapy pools أحواض سباحة العلاج بالماء، ماء شو نسميه عضوي أورغاني كذا زين، آن جاكوزي. واضح؟ زين هاي خلصنا. نجي هنا ينطينا فكرة على التصنيف. بالتصنيف يقول أكو أكثر من 100 species within genus Pseudomonas. أكو من عندهم 2 primary pathogen، واحدة نسميها Pseudomonas Pseudomallei وأخرى Pseudomonas Mallei. ذولا مرضيات، واحدة الملاي زوناتيك تصيب الخيول وتنتقل للإنسان، والثانية تسبب لنا مرض بالإنسان نسميه ميليودوسيس. ما عندنا شغل بالتفصيل، ما أعطانا إياه، نحفظهم بس اثنين دولة برايمري باثولوجي. شو اسمهم؟ سيدوملاي وملاي. زين نجي على السيدومونس إيرو جينوزا. جينوزا هاي السيدومونس إيرو جينوزا قلنا قبل شوية هي مثل عائلة وايدلي ديستريبيوتد إن نيتشر، يبقى موجودة بالماء وبالتربة، and is commonly present in moist environments in hospitals. وين أكو رطوبة بالمستشفيات؟ ألقاها بيه. فحتى وصلت بيها الحال حتى محاليل التعقيم، محاليل التعقيم اللي تبقى فترة نلقى بيها سيدومونس. زين فلابد أنه يكون اهتمام دائم بالتنظيف واستبدال كل الكونتينرات، كل شيء عليه ليبل إلى عمر يستبدل. فالسويج يعني صرف الصحة مع المستشفيات ممكن يتلوث، غيره غيره، كل شيء بسائل ممكن يكون ملوث. زين على هيومن it can colonize normal human، وقلنا نسب قليلة بالغالب من عندنا، in whom it is saprophyte تكون رمية، مو تكون عادية، راح تكون رمية. زين وين تسوي مرض قلنا بالإنسان يا ناس؟ بالغالب مناعتهم ضعيفة، خصوصا اللي هم شو اسمهم نيوتروبينيك بيشنت، غلب النيوتروفيل من النيوتروبينيك يعني نيوتروفيل. زين إذن it cause disease in humans with abnormal host defense، قلنا immunocompromised weak immune system، عدة جهاز المناعي معاق. وين especially in individuals with neutropenia، يعني قلة بالكريات العدلات اللي يسميهم نيوتروفيل. زين فتكون opportunistic هنا، تتحول من غير مرضية إلى شو؟ مرضية، والسبب لهم ديزيز. بعد نجي على مواصفات، شنو مواصفات السيدومونس إيروجينوزا؟ قبل شوية أخذنا وين؟ الجروب كله. الإيروجينوزا موتايل، هنا حطنا ملاحظة قال except سيدومونس ملاي. ايش فيها الملاي؟ أحسن. إذن سيدومونس ملاي هي نان موتايل، البقية موتايل. زين سيدومونس إيروجينوزا روت شيل عصوي، منطين القياسات مالت 0.6 × 2 جرام، شنو نيجاتيف، احنا دنا شو باسيلاي اكر سينجلي اما بشكل احادي او اياها انفيرس كل اثنين واحده او شورت تشينز. احسن. زين بس بالزرع شنو مواصفاتها؟ سيدومونس ايروجينوزا از ان اوبليجيت ايروب،
أريد أريد أي بعد بعد هوائي الزام هوائي الزام عفية يا أولاد الأعزاء فرق بين أوبيك اللي تنتهي بكيو أوبيك واحد في جماعتنا أوبليجيت إجباري مو اختيار هنا أنا أكو قسم قالوا معتمد فمعناها وين راحوا على أوبيك فرق إذن هي إجبارية هوائي أو هوائية إجبارية هاي الآن أداة التعريف والتنكير إذا إجت أن قدام الأيروبيك بمسافة نقول أن أيروبيك معناها شنو هوائي إذا لزقت بيها لا هوائي انتبهوا على هذا دائما يجيبون زين صارت هنا أداة نفي هوائي تحول إلى لا زين اليوم منو الزفة مالتي؟ ها خير ساعتي شو وقت؟ مع سنتين إن شاء الله مو مع سنتين زين إن شاء الله حيلا الله هاي متطلباتها شنو؟ تنمو بشكل هوائي إجباري وعلى يامي on many types on culture media ready grow لها القدرة على تنمع النيوترينت أو على بعض الميديات السلكتيف مثل المكونك يعني البلد هم تنمو عليها المكونك ما عندها مشكلة إذا نمت على هاي الكلتشر ميديا شنو الرائحة مالتها شوف الرائحة هنا أنا ثلاث مرات كررها كل مرة يطيها تتابعون بعدين باللابراتوري دايجنوستس هم راح يطي تحفظوهم كلهم واضح؟ احنا مجبرين شطونا مادة نمشي عليها فهي بالغالب معروفة رائحتها مثل التفاح المتعفن أو المتخمر يعني رائحة أشبه بالكحولية فيقولوها رائحة حلوة سويت زين أو غريب لايك رائحة العنبية جاية من مشروبات كحولية كلها أو كورين تاكو لايك أدر أكو فد هذه أكلة مكسيكية أي يمكن جبتوها هنا موجودة شو اسمه ذرة وما أدري شنو بعد سؤال يسويها سندويتش أي فيقول مثل ريحتها أنا والله ما أكلها ما أكلها يقول لنا شنو ريحتها طيبة لا هي رائحتها لأنه هي سويت فروت لايك أدر مالت زين بعض السلالات سم سترين شنو تكون حل فيعني هيموليس سوى هيموليس يعني بين قوسين تقول هيموليتيك اوكي اجي على الخواص بعد الاخرى بالكلتشر بعدنا بالكلتشر ما رحنا على كلتشرال كاركترستيك بالمورفولوجي اند ايدنتيفيكيشن سيدوموناس ايروجينوزا produce smooth round colonies. شبيه مستعمرات. جيد. وقسم منها produce pigment. مو قلنا تنطينا water soluble pigment. شنو أنواع البيجمنت اللي تعطيها راح نجح. نشوف أنه سيدوموناس إيروجينوزا بالأصل تعطيني ممكن نوع من البيجمنت تكون فلوريسنت. شنو فلوريسنت؟ مضيئة فسفورية زين براقة هذه شو تلاقيها لون تاخذ؟ جرين جرينش لون مخضر مثل ما خليت لكم هاي الصورة مو للحفظ فإضافية ما مطلوبة مو وزارية اي اج توضيحية فتعطيني جرينش بيجمنت و بالتالي الميديا ايش راح يصير لونه؟ المستعمرات خضراء وراح تأم على الميديا فراح تشوف كل الطبق ياخذ لون جرينش كلر زين بعضها او بالغالب الاقسام الاخرى من السيدوموناس ايروجينوزا بالغالب تعطينا النان فلوريسنت بيجمنت نان بس يا لون بلوش بيجمنت زين الخضراء شطيها اسم
بايو فيردين. بايو فيردين هاي الخضرة. الزرقة بايو سيانين. فالفيردين هي خضرة، السيانين زرق. زين. أيضا تمشي وين بالميديا مثل ما بنشوف بالصورة الثانية، البايو سيانين طشت بالميديا وانطتها هذا اللون الأزرق. زين. هنا أبو المزمة يقول أدر سيدومونات أو أدر سيدومونس، ما هي بهمية بقية السبيشيز مثل البايو سيانين. إذن البايو سيانين بس السيدومونس إيروجينوزا مختصة به. واضح؟ زين. Some strains، بعض سلالات أخرى من السيدومونس ممكن تنتج واحد من نوعين من صبغتي، إما dark red pigment نسميها بايوروبين هاي اللي بالصورة، أو أحمر غامق، أو تطيني مسود black pigment نسميه بايو ميلانين من صبغة الميلانين اللي هي تطينا اللون للجلد. واضح؟ مثل ما نشوفها بالطبقة الأخير. واضحة؟ إذن أربع صبغات ممكن أشوف بالسيدومونس إيرو جينوزا. واضح؟ واحدة منهم فلورسنت اللي هي بايو فيردي، وثلاثة نان فلورسنت اللي هي إما بايو سياني بلو أو بايو روبين حمراء أو بايو ميلانين سود. البايو سياني بس السيدومونس إيروجينوزا تبقى. ممكن أي واحدة من عندهم تبقى، بس من الأوفن بالغالب البايو سياني. زين. نجي على الخواص الزرعية. Growth characteristics. الخواص الزرعية. نجي نشوف. أولاً قال لنا إنه سيدومونس إيروجينوزا grow well at 37 to 42 Celsius degree. هذا جابوه العام. قال لك grow أو قال لك optimal growth temperature. السيدومونس هي من قلنا grow well يعني معناها optimal growth، فالعام جابها optimal growth، يجيبها نفسها أو يجيب لك grow well هذه نعطيها صحيحات. من يقول range معناها درجات متعددة، راح نجي عليها بعد شوي نشوف الرينج مالتها يختلف. من يقول grow well أو هي نفسها optimal يعني بأعلى معدل. زين. ويقول أنه its growth at 42 Celsius degree help differentiate it from other Pseudomonas species that produce fluorescent pigments. النمو بال 42 راح يفرقها عن بقية السيدومونس تنتج فلوريسنت. زين. بمعنى ذولاك ما راح يمون بال 2 أحسن. زين. بعد بالتخمير كربوهيدرات هي غير مخمرة، لأن قلنا هي أوبليجيت أيروبيك مثل السيدومو النايسيرين. أكو تشابه بعض الصفات راح نجي عليه. اثنيناتهم راح يكونون أوكسيدايز جلوكوز، فتأكسد الجلوكوز تأكسده مو تختزله أوكسيدايز، وبالتالي هي أوكسيدايز بوزيتيف. تذكر نايسيريا أوكسيدايز بوزيتيف، صار عندنا اثنين أوكسيدايز بوزيتيف. جيد. نجي على الانتيجينيك ستراكتشرز انتوكسينز. شو نقصد بالانتيجينيك ستراكتشرز انتوكسينز؟ الهم عافيه، الهم اسم ثاني اللي هو الطانيام. اول سطر ايش قال؟ اقروا. سيدومونس ايروجينوزا برودوس ا فرايتي اوف، احسنت. من هم هذول؟ الانتيجينيك ستراكتشر انتوكسين، هم فيريلنس فاكتورز. حكيناها بالكورس الأول شنو عوامل الضرر. زين. فهنا انطانا ما شاء الله خير من الله أي عوامل ضرر. زين. قلنا اللي هي مو مرضية حقيقية يعني بس تأخذها تكتلك تمرضك، عادة تكون عندها هواية عوامل حتى تقدر تسبب التزيز حسب ظروفك.
بينما الممرضة نلقى فد شيء واحد مثل الشيقلة لقينا عندها شيقة توكسين قبل تسبب لنا الديزيز. أو الكوليرا راح ناخذها عندها كوليرا توكسين سبب الديزيز. فهنا راح نلقى مجموعة. أول شيء بيلي. شنو وظيفة البيلي؟ معنى الثاني للتاتشمنت أدهيرنس. أدهير نفس المعنى. جيد. اثنين شافوا أن هاي البكتيريا بروديوس إكسوبولو سكرة إكسوبولو بولي سكرة إكسوبولي سكرة متعددة خارجة. هي تشبه الكبسول بس مو كبسول, تشبه نسميه البايوفيلم أو السلايم لاير, تذكرون حكيناها زين. فوظيفة السلايم قلنا حالها حال الكبسول شو تكون؟ أنتي فاغوسيتيك. هي مثل الكبسول. هي الكبسول شنو؟ بولي سكرات. قلنا ما عدا في بكتيريا واحدة الباسيلوس أنثراسيس تكون بولي بيبتايد, الباقي كله بولي سكرات. فيسموها هنا يميزوها يقولون إكزوبوليس لأن هي أخف من الكبسول, ما منتظمة مثل الكبسول. يعني ديش الكبسول تحيط الجسم, هاي طاشة فوق الجسم البكتيريا يسموها إكزوبولي سكرات. وظيفتها أنتي فاغوسيتيك إنهيبت فاغوسيتوسيس. تبهي عليه. قلنا نذكر الكورس الأول, قلنا الكبسول والسلايم لير وكل شيء مثلها وظيفته الأولى الأساسية أنتي, وحطينا كل واحدة بعدين إلها مثلا تمنع الجفاف كذا ذني كمان شيء. هذه بعد إلها تأثير بالإمراضية, بالإمراضية من تسبب الديزيز. شنو التأثير الثاني؟ inhibit pulmonary clearance. شنو؟ بعض هذه الطبقة راح تجي تكون مثل المخاط السميك فوق البكتيريا, تلزق وين؟ مثل المخاط اللي ينتج الجسم مو طبيعي, راح يزيد الحالة هذولا. قلنا هذولا يعني السيدوموناس لازقة بيهم اللي عندهم سيستيك فايبروس, تجي تلزق على الظهارة فتثبط عملية الطرد الطبيعي التنظيف الكليرنس. فانهبت بالمونارك مقلنا بالرسبارتري ايرويز, اكو عندي السيليا هاي شغلها تتحرك الى الاعلى فتطرد شكوى اجسام غريبة وتنظف. هاي البكتيريا من عندها الطبقة اللزجة هو البوليسكرايت شنو؟ المخاط. نذكر حكيناها وسولفنا. فراح تلزق وبالتالي ثبت لنا هم عملية التصفية هم هي أنتي فاغوسيتيك وظيفتها الأساسية. شي يسموها هنا أنا ما منطينا التسمية, خاف يجيبها اسمها الجينيت أو الجينيت. الجينيت هي نفسها إكسوبولي سكر بالسيدومونس, هم نلقاها بغير مكان. واضح؟ ما نسميها كبسول. بعد عندها إنزيم تفرزهم للخارج تسميها إكزو إنزيم, إكزو أو إكسترا سيلولار إنزيمز. ذول أنواع من عندهم الإلاستيز اللي يكسر لي الإلاستين والكولاجين بالأنسجة الرخوة السوفت تيشو الكونكتيف تيشو, وكذلك الاي جي جي هذا الانتي بودي الاي جي جي. زين بعد بروتيز هم تكسر لي البروتينات. ثلاث هيمولايسينز, مو قلنا قسم من سترينات تسوي هيموليسيس. اي من الهيمولايسين مثلا عندي فوسفولايديز سي, وبالحقيقه جزء من الهيمولايسين بس انا بالملزمه فارز النايا. هذا الهيمولايسين هو طبيعته هيت لبايل تأثر بيما شي يسوي؟ كسر لي السايتوب لازمك ممبرين كومبوننت اي يحطم لي يعني السيل ممبرين. ديجراد سايتوب لازمك ممبرين كومبوننت. ديجراد معناه شي يسوي؟ حطم كسر. خلصت؟ لا بعد عندنا اثنين, واحد نسميه اكزو توكسين. فذن ثلاثة اللي تشتغلون به إكزو بولي سكرايد, إكزو إنزيم أو إكسترا سيلولار إنزيم, و إكزو توكسين.
إكزوتوكسين أي اسمه إكزوتوكسين أي هو كله اسمه إكزوتوكسين أي. هذا وين نلقاه؟ بالسيدوموناس إيروجينازا. يا بكتيريا إكزوتوكسين أي خاص به سيدوموناس إيروجينازا. شنو شغله؟ بلوك بروتين سينتسيس. من البكتيريا ما تسوي بروتين سينتسيس يصير بيها تموت سايتوتوكسيك قاتل. واضح؟ إذن هو قاتل للخلايا بأنه يمنع عملية تصنيع البروتين. آخر شيء LPS هي جرام نيجاتيف فتبكلي عندها لايبوبولي سكرايد. ونعرف الاندوتوكسين هو جزء من LPS اللي قلنا نسميه ليبيد أي. هذا يسوي لي اندوتوكسيك إفكت. شنو هم الإفكت؟ لايك اذر جرام نيجاتيف بكتيريا شو يسبب لي كوزز سيمتومز اوف سبسيس. هو قلنا يسبب لنا سبسيس سبتيك شوك يعني يصير عنده فيفر وهايبوتنشن ومالتيبل اورجن فيلر وسادن ديث شوك. واضح؟ سميها سبتيك شوك. المرحلة الأخيرة من السبسيس. نجي على السير المرض. تعرضنا على الانتيجينيك ستراكتشرز والتوكسينز اللي هم فيرولنس فاكتورز. يعني عرفنا الباثوجينيسيتي. نجي على السير المرض. شلون راح تسوي المرض؟ عرفنا على قدراتهم. الآن نجي نشوف المرض. قلنا سيدوموناس ايروجينازا هي اوبورتونيستيك باثوجين انتهازية. شو وقت ما تتهيأ لها ظروف تسوي المرض. That causes infections in منو؟ hospitalized patient. الناس قلنا اللي داخلين مستشفى. ليش داخلين مستشفى؟ أولا عندهم extensive burns حروق واسعة يعني 60-70% with in whom the skin host defenses are destroyed. شنو يعني هو حروق؟ هاي كملت المعنى فهمتوها ولا لا؟ لا ها هو هذا اريدك تساله بابا انتبه عليه. هو الحرق شو يسوي؟ ليش نقول هذا هو الحرق معناته ضعيفه؟ الخط الدفاعي من اول الجلد اهم خط نسميه ميكانيكال بارير. راح تاخذوه بالمناعه ان شاء الله. هو حاجز فيزياوي يحجز بين المايكرو اورجانزم وداخل الجسم. هاي واحدة. بعد بالجلد اكو غدة تفرز لي العرق وتفرز لي الدهن. هذا المادة الدهنية هاي بيها انتي بكتيريال ايجنت تقتل البكتيريا. الجلد بي اكو نوع من الفلورا اللي تمنع هاي المايكرو اورجانزم تاخذ موطع قدم على الجلد مالتي وتفرز مواد تقتلها ايضا. بعد بالطبقة الجلد اكو كيراتين هذا حاجز ميكانيكي. جوا الكيراتين الخلايا جوا اكو راح نلقى ماكروفيج بالجلد جوا بالطبقات الجو. هاي وظيفتها تكتهم الجسم الغريب رأسه. هاي كلها ايش راح يصير بيها؟ تنشلح كلها تتدمر فيصبح الجسم مالتك مكشوف للعدم. فكمل اللي قال within whom يعني اللي عندهم هم تعود عليهم اللي عندهم بسكين هوست ديفنسز ار ديسترويد حطمها الحرق. واضح؟ فلذلك نفتهم ليش اهل الحرق ممكن يصير عندهم كولونايز بالسيدوموناس ويصير عندهم ممكن سبتسيميا وديث لانه مناعة المناعة الدفاعات الطبيعية للجلد اتحطمت. هذا ترجمت لانه الدفاعات الطبيعية لجلد المضيف هوست متحطمة. زين بعد راح نجي على جماعة الكرونيك ريسبيراتوري ديزيز ايضا اللي قلنا افضل مثال لهم سيستيك فايبروسيس عندهم تكيس الليفي. زين هم ذولا ليش ذولا اهل التكيس الليفي؟ لان قلنا ذولا عندهم الكليرنس الطبيعي. لا اولا اذكر
هو اصلا دوله مخاط انه يفرزوا سميك جاف فراح يثبط الكليرنس الطبيعي. فهم اوريدي الكليرنس مالتهم خربان دول اللي عندهم سيستيك فايبرز. فايضا نقول انهم ذا نورمال كليرنس ميكانيزمز شبيه ار ام بي معاقه محطمه نظام الطرد التصفيه الطبيعي اللي عندهم اللي يطلع المايكروب. زين ايضا بعد السبب يقدروا ان ذوس هو ار اميونا كومبرمايزد، مو قلنا النيوتروبينك وغير اللي عنده قله بالعدلات اللي شو اسميهم كمجموعه اميونو كومبرمايز. ذول الاميونو كومبرمايز مثال عليهم منو اللي عندهم نيوتروبينيا عادي، ذول ايضا مناعتهم ضعيفه. ومن يلتهم من مايكرو اورجانز نيوتروفيل اول وحده تجي وياي اعرف ايضا. فصار عندي ثلاث مجامع. رجع عاد الحكي اللي شرحناه قبل شوي فصله اكثر واضح. زين بعد جروب اخرى من المرضى اللي عندهم يورينري تراكت انفكشن، بس مو كل يورينري لازم تكون كرونيك، واثنين عنده قسطره. اكو بعض المرضى اما عنده يصير انسداد يصير عنده مشاكل، فالطبيب يثبت له قسطره يقول له مثلا تبقى عليها 3 اشهر 6 اشهر حسب الحاله شهر. زين هاي القسطره توصل لحوض الكليه فيسموها ان دويلين كاثيتر، يعني قسطره ساكنه مدخليها بداخل جسمه او بعض مستقره. فذول كرونيك وعندهم قسطره وراح تسبب لهم مشكله السيدومونس انفكشن. يا سيدومونس اكرر عند احكي عن منو ايروجينوس. فاذا يورينا تراكت انفكشنز بالكرونيك complicated UTI and associated with شنو any dwelling catheter. زين بعد هنا أنا أبو يعني ملزمة يعيد ويكرر فأكيد يجيب سؤال من ذن يعني ما بيها مجال. هسه هنا هم رجع عادي يقول الwound infection of benign أكيد بأن حروق كبيرة صير تلتهب فتتلوث الwound infection of benign. أو هنا ضاف لي شيء جديد اللي عندهم بريشر سور عند مرضى قرحة الفراش، ذول اللي عنده أمراض مزمنة وما يقدر يقوم زين اللي تبدأ تصير عنده شنو حتى تقرحات سمي قرحة فراش هم ممكن تتلوث بالسيدومونس وتتحول إلى انفكشن. بعد ممكن تسبب لي سبتسيميا. سبتسيما ايش قلنا؟ تسمم دموي. يقول عليه ممكن يكون فيتال سبسيس. شنو فيتال؟ قاتل. شنو فيتس؟ فيتس شنو؟ ها؟ رضع. جنين. جنين. لا لا رضع. جنين. أريد أقطعها أسميها أحولها إلى صفة أقول فيتر. ما الرضع. من أقول فيتر. شنو معنى؟ قاتل. قاتل. زين. بس يكون قاتل بس أدياهم ما أد الإنفانت حديثين الولادة بالحقيقة حديثين الولادة أو الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة اللي قلنا debilitated immuno compromised يسبب لهم ممكن septicemia or fatal sepsis بالإنفانت. هو مذاكرها أنا بس دا أوضح لك إياه. هاي السبتسيميا عدمن سببها سيدومونس ايروجينوس ادل حديثين الولاده او الناس اللي مناعتهم ضعيفه فتكون عندهم السبتسيميا قاتله، لان اذا طبت السيدومونس ايروجينوس للدم بهاي العوامل الضراوه السبعه اللي عندها تكون قاتله من لحق على المريض. بعد ممكن ذول اللي صار عندهم سبتسيميا
تسبب لهم اكثمة غانغرينوسم اكثمة غانغرينوسم. هاي شنو؟ سكين ليجن، يعني عفات جلدية. نشوف عليه تنخر جلدي دموي. شو اسمي؟ تنخر جلدي دموي اللي اصيح له اكثمة غانغرينوسم. فاذا قال لي الاكثمة غانغرينوسم شنو هي؟ سكين ليجن، هيموراجيك سكين نكروسيس. اي صحيح، بها حالة تصير بالسيدامونس ايروجينوزا. بعد شو تسوي السيدامونس ايروجينوزا؟ سبب لنا اوتايتس اكسترنا، التهاب الاذن الخارجي. هاي صيوان الاذن ومحيطه، مو جوا، برا التهاب، ويكون من نوع يسموه الخبيث، لان اصابه صعب علاجها. غالبا الناس اللي هم مناعتهم شنو؟ ضعيفه، بالذات مرضى السكري، ممكن يسبب عندهم قرحه وصعبه العلاج، نسميها مالجننت اكسترنال اير انفكشن ان بورلي تريتد دايابيتيك بيشنت. مرضى السكري اللي هو ما مسيطر عليه، ما ياخذ علاج بشكل صحيح، زين، ممكن يسبب له التهاب الاذن الخارجي. بعد نيمونيا قلنا وين؟ هذول اهل السيستيك فايبروسيس، اهل الامراض التنفسيه المزمنه، فنقول نيمونيا انفكشن اوف لانج ان بيشنت وذ سيستيك فايبروسيس. اخيرا ممكن يسبب اي انفكشن، وقلنا اما نتيجه لجرح خارجي، معركه كذا، وتراب طبب ويا الشظيه طبب عينه، او بالسيرجري بغرفه العمل، هذه اذا اكو تلوث بالقطرات. واضح؟ نا هاي همينة للاطلاع، انا هيك لام لكم الحالات بس للاستذكار. زين، نجي على التشخيص المختبر. ويا يا بابا قلنا ممكن تلوث لي الحروق والجروح ويصير التهاب. الحرق والجلد والجرح من يلتهب شو يصير؟ خراج، بس. اذا اول عينه اخذها بس. زين، ذول اهل الكاثيتر كرونيك يورينري تراكت، شاخذ يورين جيد. السيستيك فايبروسيس شاف عنده نيمونيا سبيوتم قشق. إذا سبتسيميا بالإنفانت أو بالناس مناعتهم ضعيفة وأهل الحريق بلاد. زين، أهل الإنفكشن بالعين سواب مسح، هاي سواب قال لي. زين، زين، أو من أي خراج، من أي قرحة فراش ناخذ سواب، سيرفس سواب. واضحة السبيسيمين؟ زين، شو نسوي لها؟ شو نسوي لها؟ من افحص جرام نيجاتيف قلنا شو اشوف؟ اقدر افرقها عن غيرها؟ ما تفيدني اذا التفريق، فقط تقول لي جرام نيجاتيف بس. بس من ضمن الجرام نيجاتيف بس لا اللي هواي ما ميز، مو مثل مثلا النايسيريا، فتشي مميز غير. زين، هنا أنا جملة اعتراضية يقول أنه ذاك الحكي عن السبيسمن النافذة عن السيدامونس إيروجينوزا بالذات، بينما السيدامونس ملاي ممكن أعزلها من السبيوتم ومن الدم ومن البص، لأنه هي السبب لي المليودوسيس، هو بي جزئين، جزء جلدي وبي جزء جهازي. في الجهازي أخذ دم، والجلدي أخذ باس، وإذا وصلت للرئة أخذ سبيوت. زين، ما تروح لليورينال. زين، هاي فقط السيدو ملاي. زين، روح على الكالتشر. زين، بالكالتشر قلنا تنمو على الميديات التيادية، فأقدر أعزلها على السمبل ميديا يعني النوتريانت أقدر، او على الانفجت ميديا البلادجا. زين، او بعض السلكتيف ميديا مثل الماكونغ.
نسميها last inhibitory selective media، يعني مو كلش مثبطة اللي هي تسمح للجرام نيجاتيف بأنه تنمو. فعلمكم كي شو راح أشوفها؟ نان لاكتوز، نان لاكتوز فيرمنتر. زين، مثل ما نشوف الطبق اللي على الجهة اليمنى، هذا مكونكي نان لاكتوز فيرمنتر. البكتيريا فوق صورتها جرام نيجاتيف بس لا ما بيها فد شيء مميز. زين، شنو خصائص هالزرعية على الميديات هذه؟ أولا قلنا إجبارية هوائية على أغلب الميديات. التمبرتشر هنا قال وايد رينج، صارت أوبتيمال لما صارت لا مو أوبتيمال عف تبع على ها وايد رينج، فمن 5 إلى 42 بينما من قال لي جرو بيس هاي الأوبتيمال عف. زين أعلى معدل نمو، أعلى معدل نمو من أسوي حساب زين فلقاها أعلى معدل، يعني تنقسم بالمعدل المطلوب مثلاً كل 20 دقيقة، فبالهالدرجة الحرارة كل 20 ضبط تنقسم، بينما بغيرهم ممكن يصعد كل 30 كل حسب. يعني نسوي زراعة من خلي من الحاضنة خلي حسب أو كامل 42. نعم. زين، إيش تطينا على هاي الميديات من تنمو؟ produce bluish green pigmented large colonies، استعمارات كبيرة، وتأخذ ما بين البايوسيانين والبايوفيردين معقول ممكن تنتج من اثنينات، فتكون بلوش جرين خضراء مزرق أو زرقاء مخضرة، زرقاء مخضري خضراء مزرقة، خضراء مزرقة راح نشوفه مستعمرات مالت هلاك، وياها الريحة المميزة اللي قلنا رائحة الفواكه فروتي أدر. تطبق هذه ويا دنيج تحفظ. زين، بعد لابراتوري دايجنوستكس نجي للكالتشر نكمل وياه نشوف انه هاي الميديا كانت مو سيلكتيف للسيدوموناس بالذات مثل المكرونك، انا اريد ازرعها على سيلكتيف ميديا الها بس، ايش اسوي؟ اخلي فد ماده هي سيلكتيف للسيدوموناس تضبط نمو البقيه سيدوموناس تقدر تنمو عليه، فنخلي بعض الانتيبايوتكس او بعض مضادات العدوى نسميها ديس انفكتنت، انتيبايوتيك مضادات حياتيه، ديس انفكتنت مضادات العدوى. لا زين، ما نسمي بعد هنا اي مطهرات معقمات، زين مو مطهرات، ديس انفكشن زين، مو ستيرلايزيشن يعني هي ازاله عدوى. زين، مثل ايش فد ماده نسميها ارغاسي أو مادة معقمة اللي هي سيتراميد أو أنتيبايوتيك النالدكسيك أس، فالنالدكسيك هو أنتيبايوتيك وذول البقية شنو هما؟ ديس إنفكت. زين، في الوسط عادة إذا تروح للمستشفيات طبقتوا يسموه سيتراميد أجار، هذا ننمي عليه السيدامونس إيروجينوس. شلون راح أشوف مستعمراتها؟ راح اشوف اشكال والوان ممكن تطلع لها، الكولونيز ممكن تكون رف ادواف قزمه خشنه رف، ميوكويد ممكن لها مخاطيه، ممكن تكون روغس متعرجه كوليفورم لايك يشبه بالقولونيه عصويه اند مور كومنلي انكاونترد، وبالغالب اللي يشوفوها منه اللارج وكونفكس او فلات، لارج كونفكس او تكون فلات، وممكن تكون اوفل بيضاويه، هذه اللي اكثر شيوعا. زين، خلي اخلص هذه مستريح. زين، يعني خلص
عملي اليوم. كمل هذه وتاخذ استراحه ترجع للعملي. بعد هنا رجع بالكلتشر قال لي عندها كاركترستيك مصي ادب رايحه عفنه. هي قلت لكم الفروت ادر او الجريب لايك ادر اللي عاده تكون المتعفن يعني المتخمره او المتعفنه زين. فصار عندنا اما مصي ادر اما فروتي ادر اما سويت او جريب لايك او تاكو او كورن تاكو ادر. فعندي ثلاث اربع تسميات لنفس الصفه زين. السيدوموناس سيدوملاي او ملاي ذولا ما يمون بسرعه على الوسط الزرق سلو احسنت تو ابير ما تطلع مستعمراتهم بسرعه وعاده تيبيكالي تكون رينكلد مجعده رينكلد ويكون فينت بينكش كلر لون وردي زهري فاتح زين فينت فاتح زين. هذا شو وقت اشوف اللون ديفلوبينج افتر 5 أيام فنموها عبطة وتطلع لي لون بس هذا الحكي ورا 5 أيام يلا اشوف مستعمراتها هيجي زين. بعد قال سيدوموناس ايروجينوزا هي فركتوز ولاكتوز اوكسيديشن أرجينين ديهايدروليز جيلاتينيز بوزيتيف آن لايسين ديكارب. من يقول جيلاتينيز يعني جيلاتين بوزيتيف لايسين ديكاربوكسيليز يعني سو ديكاربوكسيليشن أرجينين ديهايدروليز يعني أرجينين ديهايدروليش. واضح؟ رجع مو حكى لنا قال ممكن نضيف مواد نخلي سيلكتيف. قال ان هذا نسميه سيترامايد اقار نخلي به سيترامايد. المفروض السيدوموناس ايروجينوزا ممكن تنتج عليه جرينيش بلو زرقاء مخضر وميديوم سايز حجم المستعمرات وسط لا كبيره ولا صغيره ويكون النمو الريجولار. الطبق اللي قبالكم ده تشوفون جرينيش بلو هذا معطيناه هو بالملزمه الرجال تشوفون جرينيش بلو بي لا. انزل جوا ايش كتب لنا ملاحظه هو ابو الوزاره سيدوموناس ايروجينوزا ماي برودوس ذا كاركترستيك بلو جرين بيجمنت اور اتول يعني ممكن تطين فهذه هي المفروض تنتج بس مو دائما. واضح واضحة؟ زين. على بلد أقار السيدوموناس قلنا ممكن تكون هيموليتك تعطينا بيتا هيموليسيز بس هذا لما نحضنها 48 ساعة احنا أنا يقولوا لي هذا الشخص بي أن أيروبيك أتموسفير أن ها؟ هواي لا لا هواي من يقول له هواي يرفع ايده لا والله اللي يقول له هواي يرفع هي هاي هي هاي اريدكم هو نافذ ارفع ارفع ايديك بالله هواي هواي هو خلي اوصلها هاي شنو هواي اكو واحد يقول له لا أريد أن نعطيها أداة التعريف التنكيري إذا بادي بحرف إلا نخلي أن وإذا حرف عادي أي ها زريبك فإذا نخلي أن أريد أن نعطيها بدل ذي التنكير هوائي أي روبك شنو يعني ناصر أن أن دا أقول كلمة واحدة أن أي روبك إذا لا هواي لا هواي أنا يا ربك كلمة واحدة لا هواي صار فميز وفي الامتحان تجي اللهم اشهد إيه لازم يتعلم زين يجيبوها العبد زين
عام جابوها واغلبهم جابوها غلط رباك. زين. فهذه الظاهرة نشوفها على الكالتيفيشن على البلاد اجار 48 ساعة ان ايروبيك هوائي 37 درجة مئوية. واضح؟ جيد. بعد هنا رجع لخص البايوكيميكال مع السيدومونس. سيدومونس ايروجينوزا اوكسيديز بوزيتيف كاتاليز بوزيتيف. صار عندنا كم بكتيريا اوكسيديز كاتاليز بوزيتيف؟ 2. بعد راح ناخذ وحده واخلي لك ام سي كيو واقول لك ياهم من دول مو اوكسيديز بوزيتيف. هيك شيء ممكن يجمع لنا اياهم من 4-5 محاضرات. سترات بوزيتيف اندول نيجاتيف ولو برودوس اسيد فروم كربوهيدرات باي اوكسيديشن لان هي اوبليجيت ايروبيك ما تخمر. زين نوت باي فرمنتيشن. وهنا انا امطانا مقارنه ما بين الايروجينوزا والسيدو ملاي. تحفظها مثل ما هي لان جدول حفظ تحفظ اي لانه الارجينين دي هيدروليز اعطانا اياه قبل شوي. هذا وين ارجينين دي هيدروليز سيدومونس ايروجينوزا بوزيتيف. زين فهنا موجود والجيلاتين موجود وال ال 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 اسمها ما انطانا اياه الأورنيثين دي كاربوكسيليز هنا اثنيناتهم نيجاتيف فنحفظها مثل ما هي. واضح؟ زين ملخص هذا لكم حكينا كله أهم صفاتها. زين الروائح قلنا كلهن نحفظهن شقطانة سويت غريب لايك فروتي تاكو ومصي أدر ضيفوا لها. زين نجي على الأسينيتو باكتر ما عندنا غير سلايدين ما منطينا أي شيء عليها ولا حتى هي ليش ندرس ليش احنا ندرس الأسينيتو شو تقولون قريتوها أكو اللي طلع عليهم شاف شو السبب انه شنو مشكلة وياه مو مشكلة. زين نجي على الأسينيتو باكتر هسه نوضحكم ليش هي ايروبيك جرام نيجاتيف همينة بالصويل والووتر حالها حال السيدومونس هاي أول شغلتين. إذن هذا يجمعهم سوء وممكن نعزلها أحيانا من الاسكن أو الميوكس ممبرين أو السكريشن and the hospital شنو إذن هي أهم السبب إنه إذن هذا اللي يجمعها شاركها ويا سيدومونس أنه يسببون مشاكل من الداخلين إلى المستشفى اللي يعانون من أمراض أخرى. زين أشهر سبيشيز بالأسينيتو بكتر هو أسينيتو بكتر بومانياي. أسينيتو بكتر بومانياي هذا most commonly isolated يعني أكثر نوع يعزلون. أكو غيره إي لوفياي أسينيتو بكتر لوفياي هاي ال سمول خف واحد عباله هاي لا سبيشيز نبدي بحرف صغير فلوف ياي هذه اوكيجنالي ايسوليتد فمن الموست كومن بومان ياي. واضح؟ زين شنو خواصها الاسينيتو باكترز بكل التو سبيشيز هي كوكو باسيلاي لا عصويه لا كرويه او احيانا تكون لا كرويه كوكب فبالتالي ممكن الشابه النايسيري من أسوي سمير تشبهني because diplo cocal forms three dominate in body fluids and on solid media. لما أريد أنميها أزرعها من ال environment هي السائدة تطلع diplo cocal أو إذا من شخص هي موجودة على الجلد مالته أو فلورا ممكن تشابه لي منه الناس سيري. زين روت شيب
forms also occur. ممكن بهرود إيه لأن هي إحنا لميناهم سوى ويا سيدومونس زين. وأحيانا أحيانا من أصبخة تطلع جرام بوزيتيف زين. الكالتشر تنمى على كل الميديات المعروفة most types of ordinary media بضمنهم المكونك زين. منين أعزلها؟ من البيشنت من البيشنت من المرضى اللي داخلين قلنا اللي عندهم منينجايتس من البكتيريميا من فيميل جينيتال تراكت انفكشن من سيبيوتام من سكين من بلورال فلويد من يورين. واضح؟ فهي بالغالب هي نقطتين اهملهم هنا ما انطانا اياهم اللي زبده هذا الكلام ليش تعرض للسيدومونس اصلا والاسيليتوبس. هم مشكله بالمستشفيات يطب المريض من المشكله يطلع مشكله ثانيه. هاي واحده. اثنين دول الاثنين مقاومين لاغلب المضادات الحياتيه المعروفه ولقسم من المعقمات المستخدمه في المستشفيات. فهاي مشكلتهم مقاومه للمضادات الحياتية والمعقمات ولذلك يصير تلوث في بيئة المستشفى. سؤال استفسار.